الشفاعة الرابعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب. عرفنا أن الشفاعة لا تنفع الكفار، ولكن نظرا لأن أبا طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وصبر معه على الضيق، أحسن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يوفق للدخول في الإسلام، وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحرص أنه يدخل في الإسلام ولكن أبى، لأنه يرى أن دخوله في الإسلام فيه مسبة، فيه مسبة لدين آبائه، أخذته الحمية الجاهلية لدين آبائه، وإلا هو يعترف أن محمد على حق وأن دينه هو الحق، ولكن منعته الحمية والأنفة، لأنه لو أسلم بزعمه لصار ذلك سبة على قومه، لولا الملامة أو حذار أو لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. الملامة، منعته الملامة حذر المسبة على قومه. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو لهب ورجل من بني مخزوم، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد الرجلان عليه وقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع فيه بإخراجه من النار لأنه مخلد في النار، ولكن يشفع فيه أن يخفف عنه العذاب فقط، فيخفف عنه العذاب ويجعل في ضحضاح من نار، وفي أخمصي قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا مع أنه أخف أهل النار عذابا. فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته في عمه أبي طالب خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تنفعه في الخروج من النار وإنما تخفف عنه العذاب فقط.